بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. جهل ناشئ عدم البلاء وجهل العاقبة وجهل الإعراض. فالجهل ناشئ عدم البلاء اللي هو ما سمعش أصلا من موضوع حرام. فهذا هو المعذور به، وهو ما يسمى بالعذر الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. فوظيفه الرسل البلاغ، بلاغ هل يولد الا القوم الفاسقون. ثم جهل الاعراض، وهو انه يسمع الحجه ويعرض عنها. من اللي بتتكلم فيها الحجه يقول لك مش عايز اسمع، مش عايز حد يقيم عليه الحجه ويمشي، ويفتكر ان كده لم تقم عليه الحجه. هو قد اقيم عليه الحجه ما دام انه قد اوردت امامه واعرض عنه. اما الثالث فاعرض الله عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي راى الحلقه فاعرض عنه. والنوع الثالث من الجهل هو هذا الجهل الذي في الايه، هو جهل العاقله، اللي هو يعرف ان الامر ده حرام ويقول لك الامر ده ممكن يكون ممكن يدخلني النار كمان. بس الامر ده مش كفر. الامر ده مش كفر، يعني مش هخلد في النار. طب افرض طلع كفر بقى اسمه ده؟ يبقى هو قد جهل عاقبة الامر. هذا يجازى عنه كفر ويخلد في النار. تقول لي ليه ما كنتش عارف ان هو سيخلد في النار، ولا كان عارف هو كفر؟ كان عارف هو حرام. ليه ما تجرأ؟ ولما نظر الى صغر المعصيه ولم ينظر الى عظمه من عصى؟ فقد استهان بمقام الله تبارك وتعالى. فهذا الجهل ليس بمعتبر، وغرهم في دينهم ما كانوا يفترون. فكيف اذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. ثم اورد الله لك سبب القضيه وسبب الانحراف الذي حدث في النصرانيه، الا وهو سبب ملوك السوء. وأورد الله تبارك وتعالى بشكل معجز، وهو شكل الدعاء والتضرع. قل اللهم مالك الملك، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وانتم تعلمون ان قد اقحمت الوثنيه في النصرانيه على يد قسطنطين الذي اعتنق النصرانية بعدما كان وثنيا، وأدخل فيها كل بقى البدع التي تعلمونها التي أبدعها بولس الرسول اللي هو يسموه شموئيل. هذا الرجل أدخل التكليف، وأدخل قضية أسطورة الصلب، وأدخل فيها أسطورة الفداء. وهو ادعى أنه قد أتاه الرب وأورد له هذا في منامه. وكان هذا رجل يهودي ودخل في النصرانيه ليفسدها. وهذا الرجل شموئيل هذا او بولس الرسول ده له 17 رساله في الانجيل اللي هو العهد الجديد من 24، يعني هم 24 رساله، هو ليه 17 من ال 24. طب فاضل قد ايه بقى كده من 24؟ فاضل سبعه. السبعه دول بقى كلام المسيح بقى؟ لا، يقول لك ايه، جبت بقى كتاب مقدس كده في خط اسود وخط احمر. خط احمر كلام المسيح، وخط اسود كلام اللي غير كلام المسيح. هتجد ان السبعه الباقيين معظمهم خط اسود، والخط الاحمر قليل جدا. كده بقى الانجيل كله مش كلام المسيح. ليس كلام المسيح، بل كما قلنا من قبل ان لوقا ويوحنا ومتى ومرقس هؤلاء وبطرس هؤلاء اصلا معظمهم لم يرى المسيح. مفيش غير متى فقط الذي روي انه راى المسيح. نسال الله تبارك وتعالى العفو والعافيه. المقصود ان مع الضلال والجهل واقحام اهل الملك والسلطان للبدع في النصرانيه انحرفت النصر. ولذلك لا تجد اصدق تعبيرا ولا اصدق وصفا له الا بالضلال، غير المكتوب عليهم ولا الضالين. فالنصارى ضالون، لا يعرفون فعلا
يعرفون أي شيء، لا يعرفون أي شيء عن ذات الإله، ولا يعرفون أي شيء عن ذات حتى الرسول الذي بعث إليه. ومعظمهم لم يقرأ الكتاب المقدس ولم يرى ما فيه من متناقضة، ومعظمهم يعيش بروحانيات كده هلامية لا يعرف عنها شيئا، بل ومن يدرس منهم حتى علم اللاهوت تجده أيضا جاهلا، ويفسر على مزاجه الخاص أو على مزاج الكنيسة وعلى مزاج قانون الإيمان الذي وضع في مجمع ميلتيا 325 ميلادي. وكان هذا بعد رفع المسيح، وهم يظنون بعد صلب المسيح ولكنه لم يصلب، بعد رفع المسيح بسنين ووضعوا قانون الإيمان ووضعوا فيه التثليث وغير ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى العافية والعافية. هذا ليس موجود أصلا في الكتاب المقدس. المقصود عباد الله أن أقحمت الوثنية وأقحمت البدع في تصوراتهم، فكان ولا بد أن تقتح أن تقتحم البدع عبادتي. ده شيء طبيعي. أول ما البدع تدخل على العقيدة تحدث ولا حرج عن البدع التي تدخل في العمل. ولذلك كان هذا ليس مستغربا على مثل هؤلاء الجهال الذين لا يعرفون شيء، أن تقحم عليهم البدع في العمل وأن يلبس عليهم الشيطان. وقد ذكر من أخبارهم كثير ابن الجوزي في تلبيس إبليس وكيف أنه كان يلبس عليهم، فابتدعوا في دين الله تبارك وتعالى ما لم يشرعه الله، ويظنون أنه بذلك يتقربون إلى الله، وهم في الحقيقة يتقربون إلى الشيطان. فالشيطان له مع ابن آدم 6 مسالك، وممكن تقول 7، بس 7 دي خارجية، يعني 6 داخلية. إيه بقى 6؟ أنه أولا يحرش به بالكفر. أول حاجة يبدأ معاه بها إيه؟ وساوس الكفر. فإن وجده إيمانه ثخينا يبدأ معه بالبدعة. بعد الكفر مباشرة إليه البدعة، ولذلك أعظم المعاصي البدعة، لأن الإنسان يظن أنه محسن وهو مسيء. قل أنبئكم بالأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم. ما تقوليش بقى دول كفر، لا، ده كانت لهم أعمال مقبولة وحبطت. فالبدع بريد الكفر. ثم الكبائر، ثم الصغائر، ثم يدخل إذا نجا من كل هذا ابن آدم يحرش به ويرويه من باب التوسع في المباحات، التوسع في المأكل، في المشرب، في الملبس، في المركوب، في المنكوح، في المال، في تزيين الشهوات. ابدا مع الشهوات المباحة حتى يقع بعد ذلك الشهوات المحرمة. ثم المسلك السادس أنه يشغل بالمفعول عن الفاضل. يعني إيه؟ يبقى إيه؟ بلعبته مع مين ده؟ بلعبته مع العباد. ولا ينجو من هذا المسلك إلا صاحب بصر. اللي هو يبقى مش عارف بعد طيب يقرأ القرآن ولا يذكر الله. مش عارف دلوقتي يعمل ايه في اللحظه دي، دي ولا دي، الاثنين اجر وثواب، بس اكيد في واحده اشد اكثر من الثانيه. يعرف ايه الكلام ده؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. يحتاج الى علم والى تقصي تفاصيل السنه ووظائف اليوم والليل. فاذا نجا من هذه ايضا يجي بقى المسلك الايه؟ السابع اللي هو من بره. فيحرض عليه شياطين الإنس. خلاص بقى مش عارف يعمل معاه حاجة. يعمل إيه بقى؟ يحرض عليه شياطين الإنس. تجد الدنيا كلها تعادي. من أجل ماذا؟ من أجل دينه. وتحاول أن تثنيه عن عزمه، وتحاول أن تثنيه عن طاعته، وتحاول أن تصده عن سبيل الله. وهو مع ذلك ثابت ثبات الجبال،
ويخترق كل هذه الحواجز إلى الله تبارك وتعالى. المقصود أن بعد الكفر مباشرة كانت البدعة، ولذلك قال تعالى: ثم قفينا على آثارهم برسلنا، وقفينا بعيسى بن مريم وآتيناه الإنجيل، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية اتبعوه ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. محل الشاهد أن الله تبارك وتعالى قد أورثهم في قلوبهم رأفة ورحمة، ثم بعد ذلك هم بفرط جهلهم وعدم بصيرتهم وعدم استمارتهم بالشرع ابتدعوا في الله ما لم يشرعه الله وهي الرهبانية. الرهبانية دي كان يعني ايه؟ الراهب مثلا يفتخر ان هو بقاله مثلا 40 سنة ما استحماش، لم يمسني ماء 40 عام. طب ايه الفرق في المسألة دي؟ هو كده يتعبد ده بهذا، يتعبد ده، يتعبد ده في الأماكن النجسة، يتعبد ده بهذا، يتعبد بالله أن يعتزل الناس وألا يأكل وألا يشرب فترات متباعدة جدا إلا حين يشعر بالموت. يتعبد ده طبعا بالبعد عن النساء وعن النكاح مثلا، وطبعا هذا في ظاهر الأمر، لكن هذا بعد هذا أحوجه إلى الفواحش. ورهبانية اتبعوا ما كتبناه عليهم. الله لا يكلف نفسه إلا وسعها. الله تبارك وتعالى لم يشرع هذا أصلا إلا ابتغاء رضوان الله، أي ما فعلها من فعلها منهم في الأصل إلا ابتغاء رضوان الله. وهو قد يكون الإنسان نيته إيه؟ صالحة، ولكن عمله سيء. ولذلك يقولون النية لا تصلح العمل الفاسد، لا بد أن يجتمع في العمل الصالح حتى يقبل عند الله شرطه، شرط الإخلاص وشرط الاتباع للرسل وتحقيق دعوة المحبة باتباع الرسل. وبعض أهل العلم يقول لا يبتدع مخلص، يعني مفيش حد مخلص فعلا ويبتدع. تقول لي طب ازاي؟ ساعات في ناس تبقى عايزه خير وبتبتدع. اقول لك اكيد هذه نية وان كان فيها خير ولكن هي مدخوله فيها قدر من الهوى، من مزاج الشخص، من الاستحسان، من الاقتراح على الله، فيها قدر من رؤيه النفس. فما رعوها حق رعايتها، يا ريتهم حتى ايه؟ وهو هذا، هو هذا ديدا الانسان الذي يقترح على الله. دايما يقع. ليه؟ لانه شايف نفسه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تتمنوا لقاء العدو واسالوا الله العافيه فاذا نزل بكم فاصبروا. ليه مستأوي نفسك قوي؟ بتقول يا رب دلوقتي يحصل قتال عشان اموت شهيد. ما أدراك أن تثبت. ليه؟ يعني مستأوي نفسك قوي أنك تستطيع أن تقوى على الجوع والعطش بهذه الطريقة. ومستأوي نفسك قوي أن تبتعد على عن الشهوات وأنت فاكر أن أنت كده هتبقى مبرر. أنتم تعلمون ليس بعيد عنكم قصة برصيص العادي أنه كان راهب كيف وقع في الفاحشة ثم قتل التي زنى معها، وكانت نهايته أن تجد للشيطان. وانظر أيضا في قصة حتى جريج العالم، وإن كان جريج طبعا أفضل حالا بكثير من برصيصة، ولكن جريج أيضا لم يستطع أن يفرق بين الفاضل وبين المفضول، بين أن يجيب أمه ولا أن يستمر في صلاته. هذا أيضا من الجهل ومن الخلل. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أبنائه، وفضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكون.
ويتضح هذا الفرق جليا تحديدا في سعيد الخدري حديث قاتل مئة نفس الذي راح استشار راهبا عالم اني قتلت 99 نفسا هل لي توبه؟ توبه بتهزر لانها ده انا ما باكلش ولا بشرب ولا ببص للنسوان ولا حتى بقرب لهم ده لما ترفع عن المكروهات مكروهات تقول لي 99 هي لعبه يلا يلا بقى يلا روح مفيش توبه مفيش توبه طب راح قتلوه قتلوه كما بين لسانه جاب اجل شو يقول له مثلا حراجعها طب انا مش فاكر شايف واحد في بشه هنا ومطوه هنا وشكله كده يعني عليه قتيل يقول لا ليس لك توبه طبعا ده دليل على ايه؟ على الجهل المقطع ولا فقه نفس ولا فقه شرع فدل ثاني مره على ايه؟ على عالم راهب نعم وعابد نعم ولكنه عالم فقال ولي توبه قتل 200 نفس هذه المره فقال ومن يحول بينك وبين التوبه اذهب الى ارض كذا وكذا فان فيها اناسا صالحون يعبدون الله فاعبد الله معه واياك ان ترجع الى ارضك فانها ارض سوء المقصود انهم قد اقحموا هذه البدعه وارده معهم وهذا دليل كما نقول الذي يستحسن الذي يقترح الذي يرى نفسه فما عوى حق رعايته يقول ابن القيم في كلمه بديعه يقول فعاتبهم الله انهم لم يراعوا البدعه التي ابتدعوها هم واقترحوها هم فكيف يكون عتابه عليهم اذا تركوا السنه يعني انت وعدت ربنا بحاجه وهو ما كلفكش بيها هيعاتبك على تركها انت كنت شايف نفسك راجل قوي وعايز تعملها ما عملتهاش ليه ما بالك بقى بما كلفك به اصاله هل لا يعاتبك عليه ولذلك هذا معاتبته على ترك بدعه فكيف تكون معاتبته على ترك السنه فما وعوها حق رعايته ومع ذلك الرب شكور فاتينا الذين امنوا منهم اجرهم مع انه مبتدع بس حيعطيك على قدر ما فيك من خير حصلت البدعة منك ولكن على قدر ما في نيتك من خير يكون لك عند الله تبارك وتعالى فأتينا الذين آمنوا منهم أجرا وللأسف وكثير منهم فاسق أكثرهم فسق خارج عن الشرع ولذلك نريد أن نخرج اليوم أنك لا تسلك مسلك في عملك وعلمك ودعوتك إلى الله إلا وتعلم أنك موقوف بين يدي الله وسوف تسأل لما فعلت هذا الفعل وكيف فعلت كل الحركة وسكت لما؟ سؤال عن الإخلاص ليه عملته؟ للناس؟ لنفسك؟ ولله؟ وكيف؟ سؤال عن الاتباع واتباع سنة الرسول صلى الله عليه وسلم واتباع سنة الرسل صلوات الله وسلامه عليه ولا تحقيق عباد الله لمحبة الله للعبد إلا حين يعمل الصالحات وإن ظن العبد يعمل الصالحات يقول أولا بالفرائض فيحب الله عمله للصالح يحب الله منه حتى إذا ارتقى أنه يفعل الفرائض ويفعل النوافل على وفق ما شرع الله ولا يزال عبد يتقرب اليه بالنوافل حتى يحب حتى مش يحب بقى الله منه العمل يحبه هو شخصيا يعني فلان الفلاني يبقى محبوب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا نادى جبريل اني احببت فلانا خلاص بقى بمرتبه اعلى ان هو يحب العمل الصالح منه هو شخصيا بقى محبوب فاحبه فيحبوه جبريل ثم ينادي في اهل السماء ان الله احب فلانا فاحبوه ثم يوضع له القبول في الارض ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا فلا سبيل لتحقيق المحبه الا باتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حذو القده بالقده
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان أرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا في عباداته، في معاملاته، في علمه، في دعوته، في سلوكياته، في أخلاقه، في مبادئه، في قيمه، في أقواله وأفعاله، في خشوعه، في فضائل أعماله. فاقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعمر بن الخطاب في صلح قبيل، صلح الحديبية، قال له: أيها الرجل، إنه رسول الله وإنه ليس يعصي، فالزم غرزه. الخطوة اللي يقدمها تبقى أنت وراءه، مفيش بينكم بس، تلزم موضع قدمك. إن استطعت أن تكون كالظل فافعل. كان سنة الثورية رحمه الله يقول: إن استطعت أن لا تحرك، أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. بأثر تحك رأسك ماشي، شوف يعني أقل حركة. وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الميزان الأكبر الذي يوزن عليه كل شيء. مفيش حد يتقدم كلامه على كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا شيخ ولا كبير ولا حتى صحابة. الله بن عباس حين كان يجادل الصحابة في أمر الأمور الفقهية فقال: قال رسول الله، فقالوا: قال أبو بكر وعمر. قال: توشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال رسول الله وتقولون قال أبو بكر وعمر؟ وإن كان أبو بكر وعمر أعلم بالنبي من أعضاء عباس، ولكن ما ينفعش أقول قال رسول الله قل لي قال حد تاني. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقدم بين يدي الله ورسوله، ولا تقدم بين يدي الرسول، لا ترفع صوتك على صوت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تسوي بينه وبين غيره صلى الله عليه وسلم. فهذا تصورا واعتقادا فضلا عن السلوك وعن الاعمال. قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم، سبحانه